طيب من داخل أسواق أم دبي الكبرى ومعرض الوسيلة والفضيلة، أننا الليلة جيناكم بمفاجآت عديدة وبهدايا ولعب أطفال، ومسرحنا ومعرضنا متميز جدا. تعالوا لينا وتعالوا شوفوا حاجاتنا وشوفوا إبداعاتنا، إن شاء الله تكون عندنا ليالي ثقافية مصاحبة كبرى جدا. عندنا الليلة الأولى بعدد من الشعراء وعدد من الفنانين المتميزين جدا، انتوا حتلقوا الامان ان شاء الله في داخل اسواق ام درمان الكبرى. اعداد جيد جدا، تأمين كامل جدا للاسر وللاطفال كمان. ان شاء الله حتكون عندنا ليله ثقافيه، الليله الاولى الافتتاح حيكون ضخم جدا. فنانين متميزين، نجوم مجتمع، فقره دراميه، مسرح اطفال متكامل، وشعراء جرارق وشعراء جهابذ وشعراء فطاحل. إن شاء الله بإذن الله تعالى حيكونوا من خلال الأيام السبعة اللي هي من بداية يوم 1/10/2022 لحد الأسبوع كامل لحد يوم 7/10. تعالوا وما عليكم، إن شاء الله بإذن الله تعالى حتلقوا مفاجآت كبيرة جدا، هدايا، الجوائز قيمة جدا مقدمة، وعندنا كمان حنرصد جائزة كبرى في اليوم الختامي بإذن الله تعالى. يوم 7 عندنا جائزة كبرى مقدمة من شركات، جائزة قيمة جدا حتكون إن شاء الله من نصيبكم. بس انتوا كونوا غراب وكونوا كتاب باذن الله تعالى، حنتوفق كلنا مع بعض وحنكون جسم جميل جدا نسميه معرض الوسيله والفضيله. طيب وانا من داخل اسواق ام درمان الكبرى ومن معرض الوسيله والفضيله دار ارسل رساله مهمه جدا. الرساله دي يا جماعه للشركات والمؤسسات ورجالات الاعمال والمحلات التجاريه كلهم، يا اخي والله بدعوهم دعوه من القلب للقلب، يجوا يشاركوا يشاركونا كلنا في المعرض، ويشاركوا من داخل معرض الوسيله والفضيله، وباذن الله تعالى حيلقوا إلا الخير ويلقوا حاجات سمحة جدا. ومعرضنا يا جماعة نحن كل الجهات الإعلامية من صحافة أو خلينا نقول مقروءة ومرئية ومسموعة هي موجودة داخل المعرض بإذن الله تعالى، وحتكون تغطية إعلامية شاملة ومتكاملة، ووجود إذاعة داخلية إن شاء الله من داخل معرض الوسيلة والفضيلة بسواق أم درمان الكبرى.